كي سميتك؟ أنيسة. أنيسة شكون اللي ضربك هكا؟ لا وشنو؟ وش ميوتان؟ مريم. ما من مريم؟ تم قرأت أنا تم زيان تخاف؟ تم قرأت. ما مش ذا متعنا؟ مريم. ها؟ إن متعنا يا ما إذا متعنا؟ اسم عزيزي. بنت عمها. أنيسة. مين زيج متوتها؟ مزيان هسه مزيان. كانت الدير عندها نتوما كتسكنوا في زغنغه يعني هي تسكن في زايو. جات عندي اول مره طلبتها لي يعطيها لي باش تكون معايا باش تونسني وكذا الى اخره. تدير معها الشغل ولا لا؟ لا ما تديرش معها الشغل اخاطي كتونسني صافي لان الراجل كيمشي لفرنسا قال له خليها معها باش غادي تونسها. انت حشمت براجلها ولا بها؟ براجلها وهي بنت خاي عاوتاني بنت خويا قلت لها لما كنعطيها للناس اللي برانيين نعطيها بنت خويا تهلا فيها ودي لها فيها الخير ودي تعمل لها كذا خلتك ملي غادي توصل السن ديالها للمدرسه غادي ندوزها نخليها معايا باش نخريها هرستها وضربتها وتكفصت عليها وجبتها للاخر للمستشفى الحسني باش تعملها لان تهرستها في نهار الاثنين ثلاثه والاربع عاد جبتها حتى لقيتها كتعذب وكتعلم عاد جبتها للمستشفى درت النقاب باش ما غادي يعقلوها في الناس حيت قالوا لي عدد الاخوان حيت قالوا لي عدد الاخوان ماشي مشكل. المهم كيفاش باش وصلكم الخبر؟ جابتها لهنايا قالت لها فين با وفين ما قالها راه حوتي ما حنا غير في الزنقان وحاولت باش غادي تهربها عرفتي تديها معاه واحد المخازن هنايا في الاخر حارس الشاوش قال لها فين با وفين ما قال لها راه في الحوسيمه قال لها وانت علاش كتجيها؟ قال لها انا بنت خويا بنت عمي خالتها قال له يلاه راه التعريف ديالك زيد وقف عليك ودار التليفون للشرطه القضائيه هنايا في الناظور وجاو لعندها هنايا صبروها قال لها منين انتينا وخلق كيسخسوا يسولوا فيها قال لها انا ساكنه في زيو عاد عملوا التليفون للاخر البوليس ديال زيو جاو لهنايا واستنطقوها حتى هما داوها معاهم لزيو منين وصلت لزيو قالوا لها اش كيجيك هذا اللي عطيت هذا البنت؟ قال لها عمي هو كي سميتو؟ سميتو فلان بفلان المدني الحال وعطوا لها عطات له النمره ديال التليفون وعيطوا لي مع هذيك المغرب خل بقات لي شي ربع ساعه وعيط لي ديك السيد واش تكون انت واش انت رحال؟ قلت له صحابي ناصر ولدي اللي كيهضر معايا قلت له لا انا ناصر قال لي شكون ناصر؟ قلت له قال لي شكون انت واش انت المدير الحال عندك شي عائلة في زيو؟ قال لي عندك شي عائلة في زيو؟ مين قال لي واش عندك شي عائلة في زيو؟ مين قال لي انا بوليتي خلعت مع هذيك الاخر قال لي عندك شي عائلة في زيو؟ خلعت والمرأة يماها سمعت هي سخفت عيطت عليا قالت لي مالك؟ قلت لها لا والو ما كاين والو قالت لي لا بنتي اللي وقع لها شي حاجه يعني تا ديالي اللي وقع لي قلت انا وقع لي والو خرجت مشيت عند خالتها هي سعاد مشيت لعندها قلت لها ودي شحال نقول لك مالك شفت فيها هي قالت لي ميت حل وقال قلت لها اللي كاين اللي كاين اللي كاين اللي كاين اللي كاين وجات لقينا العين معها خرجت من الدار اش كاين يا سعاد اش كاين اش كاين اش كاين قالت لها والو لا قول لي وقالت لها شنو لك؟ راه أنيسة راه في السبيطار صافي وقالوا للبوليس ملي غادي تفطر سير المستشفى غادي تشوف شنو وقع لأن قلت له قول لي شنو وقع قال لها هو غير مخبوشة وكذا إلى آخره من رجلها وإلى قال لي المهم ملي غادي تفطر سير المستشفى الحسني غادي تشوف بنتك شنو وقع لها وجيت لهنايا ما عقلتهاش كاع منين شفتها دوزت عليها من هنايا وما عقلتهاش ما عقلتهاش حتى بالآثار ديال الضرب ثلاث ايام عاد جابتها ومني جيت لهنايا لقيت واحد المراه مسكينه الله يعمرها دار هي اللي متلفه بها كتغسلها وكدير لها المسائل والله